لم تشكل مذبحة كتاف بحق مئات الجنود صدمة لليمنيين فحسب، بل كشفت حجم الاستخفاف بأرواح المجندين اليمنيين. فمن يتحمل عبء هذه الأرواح المهدرة؟ الشرعية أم السعودية أم كلاهما معا؟ أهلا بكم. مئات القتلى والجرحى والأسرى فيما بات يعرف بمحرقة آل جبارة، والتي تكشف عن تورط السعودية في قتل مئات المدنيين المدافعين عن حدودها. مجزرة تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق مجندين على الحدود السعودية. لم تقم وزارة الدفاع أو أركان الجيش أو الرئيس هادي أو القضاء بأي تقييم لما حدث. فالشرعية ترى أن هذه القوات ليست حكومية ولا تعمل ضمن وزارة الدفاع اليمنية ولا تأتي ضمن أي مستويات من مستويات التنسيق مع الحكومة. لم يتحدث السعوديون طويلا، وحين تحدثوا نفوا ما حدث باعتباره مجرد مسرحية مختلقة. ورغم ذلك تسعى السعودية للتفاوض للإفراج عن الأسرى السعوديين فقط. أما اليمنيون فالسعودية ترى أنهم مجرد يمنيين يقتلون على أرض يمنية، يمنيون يبيعون أرواحهم مقابل المال. فاليمنيون كثر ومال السعودية غزير. أرقام صادمة لضحايا من المجندين اليمنيين كشفتها قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي. تحدثت الميليشيا عن عملية عسكرية في كتاف بصعدة، وأعلنت أسرى ومقتل المئات من أفراد لواء الفتح الذي شكلته السعودية لحماية حدودها بقيادة السلفي رداد الهاشمي. يكذب الحوثيون وهذا دائبهم، لكن ما تقوله الصورة هنا يبدو صادماً. فسلسلة بشرية طويلة من الأسرى من لوائي الفتح والوحدة وعشرات المدرعات والآليات العسكرية المعطوبة والمنهوبة تكشف فداحة الخسارة التي تعرض لها المجندون بوادي آل أبو جبارة. رغم الإعلان المتأخر عن العملية إلا أنها كانت قد حدثت في 27 من أغسطس. يقول شهود عيان إن ميليشيات الحوثي تمكنت من تنفيذ التفاف واسع على لواء الفتح أثناء تقدمه للسيطرة على جنوب وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، وفرضوا حصاراً مطبقاً لمدة 3 أيام. شهادات الناجين تصف ما حدث بالبيعة الكبرى، مؤكدين أن الكارثة كان يمكن تلافيها لولا تواطئ وتخاذل قيادات يمنية وسعودية. فطيلة 4 أيام مات عدد من المجندين جوعا وعطشا. يقول الناجون إنه كان بوسع القيادة التدخل خلالها وفك الحصار عن اللواء، وإن ما حدث كان هجوما فاشلا وفق المقاييس العسكرية وجه به رداد الهاشمي رغم كل التحذيرات. عادت السعودية والسلفيون لتعزيز جبهة كتاف بقوات كبيرة لاستعادة المواقع التي خسروها، مهددين برد الصاعصاعين، فيما ظهر رداد الهاشمي قائد لواء الفتح مرة أخرى أمام مجندين جدد كداعية ليبرر جريمته وليس كقائد عسكري، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخط وسط مطالبات بمحاكمته. يبدو الموقف أكثر حرجاً للسعودية التي تعتمد على قوات غير نظامية لحماية حدودها، ولهذا سارعت بالإنكار واصفة ما حدث بأنه مجرد أكاذيب مختلقة. كانت قد صدرت تقارير عدة تكشف قيام السعودية بتجنيد يمنيين بينهم أطفال للزج بهم في القتال نيابة عنها على حدودها الجنوبية مع اليمن. ما حدث في كتاف لم يشفع بأي تعليق من وزارة الدفاع أو هيئة الأركان أو أي جهة في الشرعية، فالشرعية ترى أن هؤلاء لا يتبعون المؤسسة العسكرية، فهي ألوية تأسست خارج إطار الشرعية وتتلقى تعليماتها من السعودية. وما يحدث على الحدود هي معارك ضارية وجنود يقاتلون دفاعا عن السعودية مقابل المال، لينتهي دورهم إما بالموت أو الإصابة أو بالتسريح المهين. يقول الحوثيون إن قوات التحالف استهدفت طوابير الأسرى ب6 ضربات، ولم يعد هذا غريبا أو مستبعدا عن طيران التحالف الذي بات تاريخه مليئا بالضحايا من الجيش الوطني والمدنيين.
في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا الأستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. إذا الجميع شاهد المقطع أو المقاطع التي نشرها الحوثيون والتي تظهر مئات الأسرى وعشرات القتلى، في مناطق التحالف اليوم أنكر كل ذلك ووصفه بالاختلاقات الكاذبة، ما هو تعليقك؟ في الواقع هناك جوانب مختلفة تحتاج إلى الكثير من التغطية لهذه القضية التي والمأساة التي أحزنت اليمنيين وأوقعتهم. هناك جوانب متعلقة بطبيعة تعامل التحالف واستراتيجيته في اليمن، وأيضا الطريقة التي اتبعتها الشرعية في منح التحالف ما يشبه امتيازات جغرافية وعسكرية للتحرك والعمل في مناطق كثيرة من البلاد بعيدا عن حضورها كشرعية، وبعيدا أيضا عن ما يفترض أنها إدارتها العسكرية المشتركة على الأقل. بالإضافة إلى اللحظة التي قرر من خلالها الحوثيين إعادة إحياء حدث يفترض أنه قد فات. صحيح أنه جرح نازف ومستمر، لكنهم عمليا استخدموه بذكاء في ظل ظرف خاص يتعلق بالوضع الذي تمر به المملكة العربية السعودية، وبنفس الوقت أيضا باللحظة الخاصة ببعض الأخبار المتعلقة بتفاهمات تتحدث عن عملية وقف الحرب والمبادرة الحوثية التي رد عليها السعوديين بوقف جزئي للحرب بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. بالتالي نحن أمام حالة تحتاج إلى قراءة واسعة وتستطيع أن تقدم لب حقيقي للمشكلة التي ظل اليمنيون خلال ربما شهرين تتقاذفهم الأنباء المتضاربة، وأيضا تائهون بين مجموعة جهات لا تشعر بالمسؤولية حيال أحد، لا التحالف يشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الناس الذين ذهبوا للانباء التي تتحدث عن في الحد الجنوبي السعودي في جبهة نجران، ولا الشرعية فقط للتوضيح أستاذ عبد العزيز أيضا مسؤولة عن المواطنين عن مواطنين يمنيين كونهم مواطنين، فما بالك أن يكونوا أيضا هم مجندين محسوبين اسميا على الجيش اليمني. نعم، تحدثت عن نقطة أن ربما قبل شهرين تقريبا واليمنيون يتحدثون عن نقطة محددة، هل تقصد بها تجنيد هؤلاء اليمنيين دون يعني في الحدود السعودية وزج بهم في محارق يعني تعد يعني في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمال، مجرد مدفوع لهم المال، هل هي هذه النقطة؟ لو تتبعنا جذور عمليات التجنيد التي تتم في الحدود السعودية أعتقد بأن هذه الحالة ليست الوحيدة، بل إن هناك الكثير من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تجنيد واسعة تمت خلال الفترات الماضية، وكانت تتم عملية التجنيد من خلال وسطاء قادة عسكريين وأيضا مشايخ وربما أيضا سماسرة ووسطاء وما يمكن تصنيفه بتجارة بشر مع الجانب السعودي. هذه التحركات كانت تهدف بدرجة رئيسية إلى خلق كيانات شبه عسكرية هدفها الأساسي مواجهة الحوثيين في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن والدفاع عن الحد الجنوبي السعودي. هذه العمليات حاولت السعودية ربما أحيانا الإيحاء بأنها تتم بالتفاهم مع الحكومة اليمنية، سيما أن بعض التوصيفات للمناطق العسكرية كانت تتحدث مثلا عن محور كتاف. محور كتاف كان يتبع عمليا أيضا المنطقة العسكرية السادسة، وخلال العام الماضي والعام الذي سبقه كانت المنطقة العسكرية السادسة كما تقول بعض المعلومات التي حصلنا عليها من بعض الضباط وأفراد الألوية التي تعرضت لهذه المأساة، كانت هذه المنطقة تشرف إلى حد ما على هذه العملية العسكرية، لكن القرار الأول والأخير كان للسعوديين. الإشراف وزارة الدفاع كان إسميا، وكانت تحاول ربما لاحقا
الحصول على كشوفات وما إلى ذلك من أجل الذهاب بهذه الكشوفات للترقيم وتجنيدهم بشكل رسمي ضمن وحدات الجيش اليمني. لكن الأمر كان يتم التعامل معه من قبل السعوديين كما لو كانت عبارة عن مواسم تجنيد، ثم بعد ذلك يتلوها عمليات ترحيل جماعية كما حدثت في وقائع عديدة ربما نأتي عليها لاحقا. نعم، إذا اسمح لنا فقط أستاذ عبد العزيز، نعم، عند هذه النقطة فقط اسمح لي بالذهاب محل اهتمام الكثيرين، وهو أن هذه الوقائع أستاذ عبد العزيز بأن استراتيجية التحالف الإماراتي السعودي تبدو إلى حد كبير متطابقة. فالإمارات استطاعت خلال فترات الحرب الحصول على مساحات جغرافية واسعة تحركت فيها بالطريقة التي تريد، وبالتالي تمكنت من تشكيل كيانات مسلحة وأذرع وميليشيات. نعم، سنتحدث عن هذه النقاط أستاذ عبد العزيز، ولكن اسمح لي قبل ذلك ضد الحكومة. أتمنى أن تسمع إلي أستاذ عبد العزيز. عبارة عن مجاميع تنفذ أجندة وأوامر إماراتية. بنفس الوقت أيضا السعودية أثبتت من خلال الوقائع التي حصلت في منطقة كتاف أنها أيضا كانت تنحو نفس المنحى بطريقة أخرى، وتحاول أن تشكل لها ميليشيات وكيانات حرصت على ألا تكون ملحقة بالجيش اليمني، رغم أنها أحيانا كانت تتحدث بأنها تتبع الجيش اليمني. ومع ذلك هذه التكوينات أسندتها لأشخاص وأفراد لا ينتمون للجيش وليس لهم معنا أي علاقة بالجانب. نعم أستاذ عبد العزيز، اسمح لي فقط، سينضم معنا المتحدث باسم القوات المسلحة من مأرب العميد عبد مجلي عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. يا اهلا وسهلا بك اختي العزيزه. اهلا بك. اذا سياده العميد، بدايه كيف تابعتم اعلام ميليشيا الحوثي بالامس حول اسر ومقتل مئات المجندين في الحدود السعوديه في كتاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اختي العزيزه، شكرا لضيفك الكرام، وشكرا للطاقم الاعلام في قناه بلقيس. ومن خلال قناه بلقيس ننتهز الفرصه لنهني شعب اليمني وجيشنا الوطني وقناة السياسية والعسكرية في الصدارة الأخ رئيس الجمهورية الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة، وكذلك نائبه الأخ الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وكذلك الأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. يبدو أن بعد هذه التهنئة سيادة العميد لابد أن نقدم واجب العزاء في من سقطوا. نعم، يعني اعتقد ان فرحة اليمنيين ب 26 سبتمبر انكسرت بخبر وبصور التي تم تناقلها بالامس، ماذا عنكم؟ حقيقة سؤال وجيه في غاية الأهمية. فعلا قادت الميليشيات الانقلابية الحوثية بادعاءاتها الكاذبة وكما يقال حبل الكذب قصير، عندما قالت عبر الناطقة من تقدمها في عمق نجران وأسر عدد من الألوية في محور كتاف البوقعة، فهو كلام عاري من الصحة يخالف الواقع. والحقيقة أن الميليشيات الانقلابية الحوثية تكبدت الخسائر البشرية والمادية أثناء تقدم الجيش الوطني وبإسناد من الطائر المقاتل لدول دعم التحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تكلم به ناطق الميليشيات الانقلابية الحوثية وكذب ومحض افتراء وإشاعات وحرب نفسية. هناك فعلا في هناك بعض المقاطع لها نوع من الحقيقة، لكن الغالبية قديمة، وكذلك هناك مونتاج كما تلاحظين أنت وأنت عملين أيضا في الإعلام. الذي حدث والذي نطلع السادة المشاهدين الكرام، تم هناك معركة في شهر أغسطس في وادي الأبقبارة في مديرية كتاف بالقرب من مركز مديرية كتاف، وكان هناك فعلا حصار لمجموعات من الجيش الوطني من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية. كان هناك أعداد من الشهداء وكذلك الجرحى وكذلك أيضا أعداد من الأسرى في أثناء التقدم نحو مركز المحافظة. وخلال تلك المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات أيضا كان هناك أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الميليشيات الانقلابية الحوثية بما يزيد عن 1500 بينهم قيادات وكذلك أعداد من الأسرى لميليشيات الانقلاب الحوثية. تم أيضا استعادة كميات من الأسلحة والذخائر، وتم أيضا تدمير بواسطة أسلحة الجيش الوطني والطيران ما يربو على 200 الآليات والعربات والمعدات والأسلحة. ووضح ذلك في مؤتمرات الصحفية لناطق التحالف والأخ العقيد الطيار الركن تركي المالكي في إطار تلك العملية. وهناك أسباب حقيقية وجوهرية أدت إلى ترويج تلك المقاطع. ما هي لما يختار الحوثيون هذا الوقت بالتحديد؟
هذا أشكرك أيضا، هذا السؤال أيضا مهم. يختار الحوثيين هذا التوقيت أولا لتتنفل عن اتفاقات السويد وخاصة بتبادل الأسرى، وكذلك هدفت الهدف الرئيسي أنها تغطية على احتفالات شعبنا اليمني وفرحته في الذكرى 57 لثورة 29 سبتمبر لخالدة. ثانيا احتواء الخلافات بين قيادة الميليشيات الانقلابية الحوثية وتبادل بينهم الاختطاف والقتل والاغتيال بين الحين والآخر. ثالثا أيضا إعلان الميليشيات لاستهداف المنشآت النفطية في منطقة بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية، والذي اتضح كذب وتزيف إعلامهم، فقد أكدت التحقيقات الكاملة أنها من عمل إيران التي ترعى الإرهاب في العالم. أيضا أختي العزيزة، الانتصارات التي حقق الجيش الوطني في مختلف القبائل التالية والهزائم المستمرة للحوثيين أدى أيضا إلى التغطية على هزائمها في الجوانب السياسية والعسكرية والحقوقية، وأيضا فقدانها للحاضنة الشعبية وعزلتها عن في المجتمع اليمني. كذلك أرادت أن ترفع الروح المعنوية المنهارة لميليشياتها الانقلابية، وأيضا المهم أيضا أن تقوم بالتشويش على الجرائم الإيرانية ضد أبناء شعبنا اليمني وضد المملكة العربية السعودية، وخاصة في استهدافها المنشآت النفطية. نعم، لو عدنا للفيديوهات التي تم تسريبها أستاذ سيادة العميد، يعني ربما أنت قلت أنها من عملية في شهر أغسطس، ولكن العدد الذي ظهر هو عدد كبير سواء من القتلى أو الأسرى، يعني لن تفرق إن كانت في هذا اليوم أو في الشهر الماضي. هذا العدد الهائل الذي يتم أسره ويتم أيضا قتله، هل ينتمي للقوات لوزارة الدفاع؟ هل هو من ضمن الكشوفات الرسمية؟ أم أنهم أفراد يتم تجنيدهم كما ناقشنا ربما أكثر من حلقة؟ للأسف الشديد نعلم أن هناك العديد من الشباب الذين يساقون إلى محارق الحدود السعودية. الحقيقة نحن في إطار القتال ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية، والتي أيضا قتلت الأرض والإنسان في الجمهورية اليمنية ودمرت مقدرات الوطن واعتدت على اليمنيين، وانقلبت أيضا في نكبة 21 سبتمبر من العام 2014. ها هو اليوم شعب اليمني بمختلف أطيافه وجيشه الوطني في مختلف المناطق اليمنية يقارع تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. أنا أحدثك عن موضوع آخر تماما سيادة العميد، المقاطع والترويج الإعلامي عليها. نعم، أنا أحدثك عن موضوع آخر. يعني هؤلاء المجندين الذين يذهبون في محارق في السعودية عبر سماسرة، تتبعنا الأمر وجدنا أن هناك من قيادات عسكرية يتم تجنيد، وهناك تقارير دولية ليست تقارير فقط محلية تتحدث عن إحصائيات مهولة لعدد كبير يتم تجنيده في الحدود، وليس منضم تحت وزارة الدفاع وليس عبر اتفاقات رسمية بين دولتين. سيادة العميد، ماذا عنهم؟ الميليشيا الانقلاب الحوثية تطلق على تلك أنها محارق، لكن نحن نقول تلك المواقع في الجمهورية اليمنية سواء كان في محافظة صعدة أو في غيرها من المحافظات هي مواقع الشرف والبطولة، لأن الجندي والمقاتل ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية الهدف الأساسي هو تحرير اليمن من قبضة الميليشيات الانقلاب الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية بالمنطقة. هل يتبعونكم كوزارة الدفاع سيادة العميد؟ الحوثية، سؤالي واضح رجاء الرد عليه، هل يتبعونكم كوزارة للدفاع؟ أعلم تماما أن من يقاتل دفاعا عن وطنه فهو في موقع الدفاع شرف وبطولة، ومن يستشهد فهو شهيد، ولكنه أيضا لابد أن يأخذ كامل حقوقه كشخص ذهب للتضحية بروحه لأجل هذا الوطن. أما أن يؤخذ شخص براتب شهري يعني مجرد أن يتوفاه الله لا يعد ضمن كشوفات الشهداء ولا يأخذ حقوقه، وكجريح يرمى به ويزج به يعني قوائم ترحيل. يعني لو أنتم تتابعون أيضا تم مناقشة وثائق الدخول التي يتم الدخول عبرها، فهل هم يتبعون وزارة الدفاع رسميا؟ نحن في إطار خطة الدفاع المشتركة، ونحن كالجسد الواحد مع المملكة العربية السعودية، ولدينا قيادة التحالف المشترك. الدول التحالف العربي هي أتت من أجل مصلحة الشعب اليمني من تلك العمليات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانقلاب الحوثية والتي تنفذ الأجندة الإيرانية. وهؤلاء الشهداء الذين استشهدوا أيضا كانوا في الأرض اليمنية يقارعون الميليشيات الانقلابية الحوثية
التي أختي العزيزة اعتدت على شعبنا اليمني، وأنت لاحظت تلك الجرائم التي قامت بها الميليشيات الانقلابية وقتل المدنيين في مختلف أرجاء الوطن، سواء كان في محافظة الصعدة وحتى أعدت عليك سؤال ثلاث مرات ولم تجبني بطريقة واضحة. كلنا وقفة واحدة ضد الجرائم. نعم سيادة العميد، كل هذه الخطب الإنشائية جميعنا نعلمها، يعني نكتبها في التعبير منذ الصف الرابع، لكن عمليا لم تجبني على سؤالي، هل يتبعون كشوفات رسمية لدى وزارة الدفاع؟ هل هم مجندون رسميون عبر اتفاقات رسمية؟ واضح من إجابتك أنهم ليسوا لا يتبعونكم ولا تعلمون عنهم شيئا، وهم على فكرة يعني بالمصطلحات العالمية يعدون مرتزقة، لم ينطبق يعني جميع الشروط تنطبق عليهم ما عدا شرط واحد أنهم يقاتلون على أرضهم للأسف الشديد. الميليشيات الانقلابية هي التي مرتزقة مع إيران، وهي التي أرادت بيع اليمن لإيران والشيطان. أما شعبنا اليمني من أقصى إلى أقصى فهو يقاتل دفاعا عن العقيدة والأرض والإنسان. ونحن من خلال قناة بلقيس نشكر المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي على ما يقوم به بالتقديم الدعم اللوجستي في مختلف المناطق والعمليات العسكرية، سواء كان الإسناد الطيراني أو كذلك الإسناد المدفعي في تلك المناطق. أختي العزيزة، من خلال قناة بلقيس نقول أن الأيام القادمة ستكون قاسمة على الميليشيات الانقلابية الحوثية. واسمح لي أن أشكرك على كل الشكر الذي تقدمونه للسعودية. للأسف الشديد لا يوجد لدينا إلا هذا الشكر، لكن عمليا لم تجبني على سؤالي بشكل واضح. شكرا جزيلا لك العميد عبد المجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. ما هو تعليقك أستاذ عبد العزيز؟ أستاذ عبد العزيز هل تسمعني؟ في الواقع نحن أمام مشهد معقد للغاية. السلطة الشرعية بكل هيئاتها ومسمياتها الشكلية لا تمتلك من أمرها شيء. إذا كان رئيس الجمهورية يقيم في السعودية تتعرض وحداته العسكرية للقصف والضرب ويتم الانقلاب عليه، ونحن الآن ننهي الشهر الثاني وليس هناك أي حراك عملي من أجل إنهاء هذه العملية التي تمت وطعنت اليمنيين في الظهر وطعنت الشرعية نفسها. الواضح أن المتحدث باسم الجيش يحاول أن يتهرب من فكرة أن هناك شغل سعودي خاص داخل الأراضي اليمنية عمليا بعيد عن الجيش اليمني. الجيش اليمني لا يشرف على شيء، بل إن الجيش اليمني نفسه يواجه متاعب ومشاكل مع التحالف نفسه. وقد تحدث سابقا مدير التوجيه المعنوي ويتكلم عن عملية الحرمان التي يواجهها الجيش من خلال بالعتاد العسكري المختلف، وأيضا بالضربات حتى الضربات الجوية. هناك واقعة حصلت خلال الأشهر الماضية عندما تقدمت واحد هذه الألوية التي تعرضت لهذه المحنة الكبيرة في كتاف، كان عرضة لقصف الطيران. طيران التحالف قصف لواء الوحدة، وهو أحد الألوية التي واجهت هذه المشكلة، وآلت قيادتها لاحقا إلى رداد الهاشمي. هذا الرجل الذي لا ينتمي لا إلى الجيش وليس له أي علاقة بالجيش والعسكرية، بقدر ما له علاقة بأنه سلفي ومقرب من السعودية واللجنة الخاصة وقيادة عسكرية سعودية. هذا اللواء تعرض للقصف من قبل الطيران وقتل اثنين من الأفراد وجرح العشرات في منطقة تسمى الصوح باتجاه الكتاف. بعد هذه الضربة أركان حرب اللواء، وكان أركان حرب اللواء هو طبعا قائد عسكري وهو عسكري محترف وينتمي للجيش، لكنه وجد نفسه بفعل ظروف معينة وأيضا لأنه يحاول أن يخدم بلده، ذهب باتجاه هذه المناطق من أجل الأداء واجبه في ضمن وحدات جيش. كانوا يعتقدون بأن هذه الوحدات ستلحق بكشوفات الجيش وستصبح جزءا من الجيش الذي تشكل خلال الفترات الماضية. انسحب باتجاه الحدود مع نجران إلى الغرب من نجران، وتم لاحقا ترحيله مع أكثر من 700 فرد من أفراد هذه الوحدة العسكرية، والسبب أنهم انسحبوا بعد الضربة العسكرية.
بعد هذه العملية مباشرة تم إيكال مهمة قيادة هذه الألوية بالإضافة إلى لواء الوحدة بشكل منفرد لرداد الهاشمي، وهذا الرجل تصرف بالطريقة التي يريدها وأقصى جميع الضباط والعسكريين المحترفين واستولى على كل مفاصل القيادية لهذه الألوية، وأصبح هو القائد الوحيد لكل شيء، قائد وأركان حرب ومسؤول عمليات واستخبارات ونقل وموارد بشرية وما إلى ذلك. وهذه معلومة حصلت عليها من ضباط كانوا موجودين في هذه الألوية. السعودية عمليا تتصرف بالضبط مع هذه المساحات الجغرافية الموجودة على حدودها ومع التشكيلات التي بنتها باعتبارها مجموعات ليست لا تنتمي لأحد، يعني هي فقط تحاول أن تستخدمهم لتحقيق أهداف معينة ثم بعد ذلك تتخلص منهم ببساطة. يعني عندما مثلا يتم تجنيد مجاميع بالمئات وأزق بهم في محرقة وحرب ويتم قصفهم بالطيران، بعد ذلك ينسحبوا بشكل طبيعي بعد قصفهم بالطيران، يتم معاقبتهم بالترحيل. الترحيل لا يتم لأفراد جيش إذا كانوا محسوبين على جيش، الترحيل يتم لناس يعملون خارج القانون، أشخاص خالفوا أنظمة بلد ما، لكنهم يرحلوا أيضا، لا يرحلوا من السعودية، يرحلوا من بلدهم. وبالتالي نحن أمام مشهد عمليا مخزي وفيه جرح لكرامة اليمنيين، ويؤكد على أن الشرعية حتى اليوم لم تعي ولم تتنبه للمسؤوليات الواجبة عليها. من المفترض أن جميع الجبهات والتشكيلات العسكرية التي يتم إنشاءها من قبل التحالف، لا يجب أن يتم إنشاء هذه التشكيلات إلا بإشراف ومشاركة الشرعية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان. يعني 4 سنوات ونحن نقترب من نهاية العام الخامس ولم نتعلم من كل التجارب التي مرت. خلال هذه الفترة بنت الإمارات جيش وتشكيلات تخصها، والسعودية تريد أن تبني ميليشيات وتشكيلات تخصها وتدفع لها بكرم باذخ بشكل يعني غريب بعتاد عسكري وضخم، وكل مرة تقوم بعملية تجنيد وترحيل لمجاميع وهكذا، وكما لو كان أيضا ينطوي على شكل أشكال الاستثمار والتكسب حتى لمصلحة ربما ضباط سعوديين. يعني المسألة أصبحت فيها إلى حد كبير لعبة لم يتم الكشف عن تفاصيلها. الجهات اليمنية لا تتحدث، ناطق التحالف تحدث عن وجود ما يسمى مسرحية، هو ربما فقط يعلق على مشاهد التي بثها الحوثيون، والحوثيون كانوا أذكياء إلى حد كبير في التعامل مع هذه الوقائع التي حدثت بإعادة بناء قصة. هذه النقطة سنناقشها مع كل حاولوا من خلالها تقديم أنفسهم بأنهم يحققوا انتصارات كبيرة على دولة كبيرة كالسعودية لديها إمكانيات وعتاد وتحالف عربي وما إلى ذلك. وحددوا اللحظة والظرف الذي يخدمهم أيضا باعتبار أن هناك مساعي لإيقاف الحرب، وكان هناك تفاهمات عبر وسطاء أمريكيين بالحوثيين، عرضوا وقف إطلاق النار واستهداف السعودية، والسعودية ردت بالإيجاب وقالت بأن هذه خطوة جيدة وستظل تراقب الوضع. وكان أيضا لقاء محمد بن سلمان قبل يومين يؤكد على هذه المسألة واعتبرها أمر إيجابي، بمعنى أن هناك شكل من أشكال الخضوع والإذعان من قبل السعودية للتعامل مع الحوثي كطرف مباشر. السعودية كانت طوال فترة الحرب تتحدث بأن الصراع هو صراع يمني، وبالتالي هي ليست طرفا بحيث أن تكون مقابل الحوثي، ومع ذلك الآن نحن نصل إلى مرحلة تبدو فيها السعودية مذعنة للكثير من الضغوطات. نعم، وهي أيضا بفعل سياساتها التي انتهجتها خلال الفترات الماضية تصل إلى نتائج غير مرضية لها، وهي أيضا ستجرب عليها الويلات مثل ما أوصلتنا إلى هذه اللحظة التي أصبحت تهدد اليمنيين ووجودهم بشكل كامل. نعم، إذا سمحت أستاذ عبد العزيز اسمح لي فقط الذهاب لضيفي عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. نعم أستاذ توفيق، لك ولجميع مشاهدي قناتي. أهلا بك أستاذ توفيق. بداية، في أي سياق تابعت حادثة أسر وقتل المئات من المجندين اليمنيين في منطقة كتاف والتي قام الحوثيون بنشرها بالأمس؟ في حقيقة الأمر شاهدت ما حدث في
آل جبارة والذي تناقلته وسائل الإعلام في إطار مسار لا أخلاقي لهذه الحرب تدار خارج الدولة وبصورة عشوائية وبعلم المملكة العربية السعودية نفسها. اليوم هذه المعركة تستطيع أن تقول أن تأتي في سياق الاستهتار وإضعاف الجيش اليمني والتضحية بخيرة شبابه ورجاله استغلالا لظروفهم الاقتصادية والمادية والرمي بهم إلى ورميهم وقود معركة للدفاع عن السعودية. حقيقة نحن في منظمة سام كنا أصدرنا تقرير محرقة الحدود، وأعتقد أن هذا التقرير صدر ربما متزامنا مع هذه الفاجعة التي حدثت في محافظة صعدة بين قوسين قوات من بين قوسين ميليشيات يمنية تقاتل بالأجر اليومي مع المملكة العربية السعودية. وهذا التقرير كان واضحا، كشف عن عملية فساد وسمسرة ومتاجرة يديرها ضباط ويديرها مشايخ ويديرها نافذين، تستطيع بين قوسين تضعهم تحت لافتة تجار الحروب. هذه التجارة تتم بعلم المملكة العربية السعودية بتسهيل واضح من قنصلية اليمن في جدة، وتقوم بإصدار لهم وثائق تحت عنوان وثائق جوازات سفر اضطرارية. هذه التجارة تكشف تقود الناس إلى المعركة، لا يوجد هنالك تدريب كافي، من يصاب ربما لا يجد العلاج الكافي، هنالك أكثر من 3000 إلى 4000 مقاتل يمني قتلوا دفاعا عن المملكة العربية السعودية، ما زالت قبورهم شاهدة في مقابر التي أنشئت لليمنيين في المملكة العربية السعودية. بصورة مختصرة، السعودية وضعت خندقا على حدها الجنوبي من اليمنيين للدفاع عنها ولحمايتها من هجوم جماعة الحوثي. أنا حقيقة الأمر أصبت بوجع شديد وأنا أسمع المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني يستعمل هذه اللغة التي لا تعبر عن مسؤولية كاملة تجاه هذا الدم الذي سال في هذه الأرض. اليوم لا أحد ينتقص من قيمة الشهداء، لا أحد ينتقص من قيمة المقاتلين اليمنيين، لكن أيضا إذا كان وزارة الدفاع والحكومة اليمنية تشاطرنا هذا الإجلال وهذا التقدير للمقاتلين وللشهداء، كان من المفترض أن تفتح تحقيقا جديا، أن تخاطب الرأي العام اليمني تخبره ماذا جرى. هنالك مئات الأسر مفجوعة اليوم لا تعرف مصير أبنائهم، هل ذهبوا، هل هم في المعتقلات، هل هم شهداء، هل هم أسرى. اليوم ما الذي يضع رداد الهاشمي إمام وخطيب جامع على رأس هذا اللواء؟ لماذا هذا الرجل لم يحال إلى اليوم إلى المحاكمة العسكرية؟ لماذا تصر المملكة العربية السعودية وكثير من النافذين على إعادته إلى المشهد وتحشيد ما يقارب من 80,000 جندي لخوض معركة جديدة؟ نحن أمام مشهد عبثي يولد اليأس في اليمنيين، بأن المعركة ما زالت طويلة. نحن ندرك أن الحوثيين تكبدوا خسائر، كل اللغة التي تحدث عنها الناطق الرسمي للجيش نحن نعلمها جيدا، لكننا نقول لن نسامح بقطرة دم يمنية سالت بسبب العبث، سالت بسبب هذا الدماء. اليوم الحكومة اليمنية، اليوم وزير الدفاع مطالب بأن يوضح حقيقة العلاقة لما يدور في جبهة الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. اليوم المتحدث الرسمي تهرب من السؤال ما علاقة وزارة الدفاع بهؤلاء المقاتلين. نحن نتساءل هل هم يمنيون أم ليسوا يمنيين؟ هل هؤلاء بشر أم ليسوا بشر؟ هل هذه الدماء التي سقطت تستحق التكريم ومساءلة من تسبب في ذلك؟ هل لماذا هل الرداد الهاشمي من المفترض أن يذهب إلى القضاء العسكري؟ أنا أقول إذا كانت الحكومة فيها ذرة من كرامة وذرة من وطنية سيستقيل وزارة الدفاع وسيستقيل العابثين بالدماء، وسيتم نحن في منظمة سام لدينا أسماء السماسرة وسنعلنها للرأي العام قريبا، الذين يجيشون أبناءنا وشبابنا من تعز من ريمة من كل أبناء اليمن ويقودوهم في محرقة، يأخذون على كل رأس ما يقارب من 1500 إلى 1000 ريال سعودي، هم يبنون العمارات الفارية، هم يرسلون أبناءهم للدراسة
الناس في الخارج، هم يعيشون حياة رغيدة، هم يستطيعون أن يذهبوا إلى مصر والأردن لأخذ العلاج، وشبابنا لا يجدون حتى ملابس تليق بهم كما شاهدنا في وسائل الإعلام. اليوم العربي 21 كشف عن فاجعة ما حدث في هذا في هذا في في هذا الوادي. استعانوا بقيادة المحور، استعانوا بقيادة المنطقة، استعانوا بكل الناس. 4 أيام لا يجدون من يأكلون، 4 أيام يأكلون من المياه المسممة أو المياه الملوثة في هذه المكان. ثم بعد ذلك يأتي يتحدث الناطق الرسمي عن الوطنية ويتحدث عن الشجاعة. نحن متفقون أننا أمام انقلاب بشع، لكن يجب أن نعترف أننا أمام حكومة ليست بمستوى الحدث الوطني وليست بمستوى هذا الشعب الذي يقدم الغالي والرخيص. نعم، إذن كيف تقرأ إنكار التحالف لهذه الحادثة ووصفها بأنها مجرد مسرحية؟ وكما استمعت اليوم للمتحدث باسم القوات تحدث عن دخول بعض عمليات المونتاج وأنها عملية قديمة، ونعم سقط هناك العديد ولكنهم ليسوا بهذا العدد المذكور وما إلى ذلك. التحالف لا يهمه شيء، الذين يقتلون ليسوا من أبناء التحالف، ليسوا من جنود التحالف، وبالتالي التحالف حتى لو ذهب 1,000,000 من اليمنيين هو لن يتحرك ما دام لديه المال لينفق. التحالف اليوم يصر أو 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 لديه رؤية بأنه يقدم الرواتب، وعندما يصاب الجريح يخرج خارج اليمن، بل بعضهم يبصم البصمة الإلكترونية حتى لا يستطيع أن يعود إلى داخل اليمن. نحن اليوم نتحدث عن أبنائنا، نتحدث عن إخوتنا، نتحدث عن أقربائنا. التحالف لديه مال، ذهب هؤلاء سيأتي بآخرين، سيزيد الراتب. مستشفيات التحالف لا تستطيع تمنع الجندي من العلاج إذا لم يكن مجروحا في المعركة، بمعنى لو مصاب بالملاريا أو التيفويد أو أي مرض من الأمراض لا يقبلونه. أنا أدعو إلى الرجوع إلى تقرير منظمة سام ليرون حجم الفاجعة، حجم الفاجعة. كثير من الأسر لم ترى أبنائها وهم يدفنون. أنا يعني هنالك جرحى إلى حد الآن منذ 9 أشهر لم تستلم رواتبهم، لم يروا أبنائهم، بعضهم يتصلون ويتوسطون من أجل أن يحصلوا على عملية تجميل، وهم الذين تفجر بهم الألغام وهم يدافعون عن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية والتحالف لا ننتظر منهم اليوم أن يذرفون الدموع علينا أو يحاسبوا الرداد الهاشمي. نحن اليمنيون اليوم يجب أن نشكل جبهة وطنية حقوقية سياسية لوقف هذه المهزلة. الضباط الذين ساهموا في جر هؤلاء الجنود يجب أن يحالوا إلى القضاء العسكري بموجب قانون الجنايات، قانون الجناية أو العقوبة العسكرية. رداد الهاشمي أيضا يجب أن يذهب إلى قضاء عسكري ويحاكم محاكمة عن كل هذه الجريمة، عن الاستهتار بدماء اليمنيين. وبالتالي نحن لا ننتظر من التحالف أي بيان، لأنه في النهاية التحالف هؤلاء يقتلون في صعدة وهم يدافعون عن أرضهم، لا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد. والتحالف ما وقع أو أسرى التحالف من المملكة العربية السعودية هم يغازلون اليوم الحوثيين بمقابلة محمد بن سلمان، وسيتم مقاضاة الأسرى وعلى الدنيا السلامة. وبقية اليمنيين ما هو مصير الأسر؟ ما مصير الذين ذهبوا لا نعلم مصيرهم؟ ما مصير الذين بترت أطرافهم؟ نحن أمام خيانة أختي، أمام خيانة وطنية كبرى يجب أن تدرك تحت هذا السياق ويقدم كل الذين تسببوا فيها إلى القضاء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، ربما تحدث أكثر مرة الأستاذ توفيق الحميدي عن المسؤولية القانونية التي يفترض أن يتحملها الجميع بدءا من رئيس الجمهورية وحتى قائد هذا اللواء رداد الهاشمي، لكن للأسف الشديد لم نسمع أي تعليق من أحد. يعني حتى الجميع يتحدث أنه من المفترض أن يحال رداد الهاشمي المسؤول المباشر عن هذه الحادثة للتحقيق. لماذا حتى الآن برأيك لا يتم ذكر أي شيء؟ المسؤولية تقع على بالتأكيد تقع على السلطة الشرعية بكل أجهزتها المعنية العسكرية وحتى أيضا السياسية، لأن هؤلاء أيضا مواطنين يمنيين. التحالف مناطق التحالف عندما وصف الأمر بالمسرحية هو غير مكترث بما يجري وليس معنيا أصلا بنزيف الدم اليمني، ويتعاملون بخفة بالغة حيال هذا الأمر، وربما أيضا باستخفاف وربما ازدراء
المؤكد، وهذه معلومة حصلت عليها من عدد من الضباط الذين ينتمون لهذه الألوية، المفقودين حتى الآن أكثر من 2000، وهي المعلومة التي تؤكد ما تحدثت عنه جماعة الحوثي. وبالتالي نحن أمام مأساة حقيقية ضربت ربما نتكلم عن مئات الأسر في مناطق مختلفة من اليمن، وبالتالي لا أحد يستشعر هذه الكارثة ولا يشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الناس. أنت لاحظتي تهرب ناطق الجيش من الحديث عن هذا الأمر، وحتى منح الناس إجابة عما إذا كان هؤلاء الناس ينتمون للجيش أم خارج كشوفات الجيش، وبالتالي الجيش غير معني بهم وما إلى ذلك. لكن حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن تخرج أي جهة رسمية حكومية وتتحدث عما جرى باعتباره واحدة من النكبات التي تعرضت لها البلاد، وبالتالي بفعل سياسات وأخطاء متراكمة أدت إلى هذه البشاعات التي شاهدناها، وبالتالي فقدان الآلاف ومن الأفراد الذين ضاقت بهم السبل وذهبوا باتجاه البحث عن فرص كمصدر دخل مع يعني حالة الضيق الاقتصادي التي تعيشها البلاد بسبب طول أمد الحرب، وبنفس الوقت أيضا يريدون أن يؤدوا خدمة لبلدهم في منطقة حساسة ومهمة ومواجهة ميليشيا الحوثيين. مع ذلك هؤلاء الناس لا يمثلون قيمة بالنسبة للحكومة ولا يمثلون شيئا بالنسبة للتحالف، والتحالف اعتاد على هذا الأمر. علينا أن نتذكر بأن السعودية كانت دائما عندما يقع أحد أفرادها في الأسر لدى ميليشيا الحوثي كانت تلزم الجيش الوطني والحكومة الشرعية بالإفراج عن عدد من أسرى، والعدد الذي يطلبه الحوثيين تحديدا من أسراهم لدى الجيش الوطني، ويتم مبادلته بأسير أو أسيرين سعوديين. هم لا يكترثون لهذا الأمر على الإطلاق، وبالتالي يعتبرون اليمنيين عبارة عن وقود حرب يجب أن يستمروا بالنزيف، وليس لديهم مشكلة في هذا الجانب. نعم، سيبقى هذا الملف مفتوحا أستاذ عبد العزيز. نعم، يحاولون صناعة تشكيلات وأذرع تخصهم. هذا القائد الذي منحوه قيادة 3 ألوية، وهذه لم تحدث حتى في أي مكان من المناطق التي تسرح وتمرح فيها الميليشيات، مكنوه من 3 ألوية بعد طرد ضباط وأفراد جيش محترفون، والذين مكنوه طبعا هم ضباط سعوديون. نعم، إذن أستاذ عبد العزيز هذا الملف بالتأكيد سيبقى مفتوحا وسنناقشه في حلقات قادمة. اسمح لي بشكرك عند هذه النقطة أستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وأذهب إلى الأستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوف الكرام. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. عسكريا، هل عملية بهذا الحجم الذي تم التحدث عنها، مئات الأسرى يتم أسرهم دفعة واحدة، هل من الممكن حدوثها ميدانيا وعسكريا؟ نعم، ممكن حدوثها ميدانيا وعسكريا، والموضوع هذا أنا قد ذكرت إلى أحد القنوات، والأمر موثق. في 4 سبتمبر نشرت أنا الخبر هذا، وحيثية العملية كانت في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، لكنها لم تكن يعني بنفس السرعة أنها تمت خلال الأيام التي ذكرها الحوثي، بل أنها استمرت عدة أشهر، بدأت منذ قبل 3 سنوات. توغلوا يعني ما يقارب 10 كيلو متر يعني في اتجاه وادي أبو جوارة، وكان توغل متوازي بمعنى أن هناك ميمنة وميسرة وقلب. قبل نحو شهر ونصف تقريبا الحوثي استدرجهم بحيث أنه انسحب انسحاب وهمي، فاندفعت القوات. كان الحوثي يتقهقر، وكان يفترض أن تتحرك القوات من اليمين من الميمنة ومن الميسرة، بحيث أن القوات تقدمت في المسار الإزدلفي وهو في مضيق بين جبلين، ثم تحركت قوات الحوثي إلى منطقة الفر وهناك مضيق لا يمكن الخروج منه، فحصرت منعت الهروب والانسحاب،
واطلقت من الجانبين من الجبلين على من في الطريق الاسفلتي. والكلام هذا انا ذكرته قبل اكثر من شهر. السعوديه ما هو تعليقك ايضا على الرد السعودي اذ انكر الحادثه وقال انها مجرد مسرحيه كما وصفها، وايضا تخريج الناطق باسم القوات المسلحه؟ دعيني اقوم يعني اولا العمليه لم تتم في نجران كما ادعى الحوثيين، العمليه تمت في عمق الاراضي اليمنيه في صعده. بالنسبه للمتحدث العسكري السعودي ربما انه لا استطيع ان اعلق على كلامه بالضبط، لكن دعيني اكمل القضيه العسكريه. من الناحيه العسكريه الحوثي اشتغل في الجبهه هذا بشكل احترافي جيد، بشكل احترافي عسكري، بينما القيادات واعتقد فيها في برنامجكم هذا ولعلك تتذكرين انني كنت اصرخ كثيرا من تعيين قيادات لا تنتمي الى الجيش ولا تستطيع ان تفتح الخريطه، كلما تستطيع ان تفتحه صحيح البخاري او مسلم. واداره العمليات العسكريه والحروب تختلف عن حلقات الذكر. العمليه العسكريه حقيقه انا معجب جدا بالاداء العسكري للحوثي في هذه العمليه بالذات وغيره، وبعض العمليات يتعامل باحترافيه، بينما القوات التي موجوده في هذه المنطقه وفي كثير من المناطق اليمنيه سواء تبع الشرعيه او التشكيله الخارج عن الشرعيه تتعامل بشكل عشوائي لا يمت العمل العسكري باي صله. الذي حدث في وادي ابو جباره يعني لو تتذكرين اعطيش على سبيل المثال، هناك اكثر من 50 إلى 100 ألف اسير في حرب تحرير الكويت سقطوا في نفس الفتره. الشيء المخجل دعيني الان انتقل الى مرحله اخرى. الشيء المخجل اولا انه لا توجد عمليه استطلاع عسكري، ثانيا العمليه هذا التي قام بها الحوثي عمليه عسكريه كلاسيكيه بحيث انه ينسحب من المضي في الوديان، وقد حدثت معركه عين جالوت تاريخيا حدثت معركه عين جالوت بهذا الصفات. دعيني اكمل واطولوا البرنامج يعني على اساس نعلق على العمليه العسكريه. العمليه كلاسيكيه، ولو كان موجود في قياده المحور او قياده اللواء اي واحد لديه معرفه في التاريخ والخطط العسكريه لعرف انه لا يمكن ان يتقدم القلب على شكل راس حربه الا اذا تقدمت الميمنه والميسره لحمايته. للاسف الشديد استاذ عبد العزيز وقت البرنامج يعني كما يشير لي المخرج انتهى، اعتذر منك. خلاص اتركوا لنا ليله بكره او في وقت طويل باذن تعالى سنفرد مساحه اكبر للحديث عن العمليه كعمليه عسكريه في الحلقات المقبله. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهدشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.